مستمتعة جدا بالكلام الجميل اللي سمعته. لما بحس إن أي حد هيجيب سيرة حبيب قلبي دوستويفسكي ما بقدرش أمنع نفسي على إني أطلع أجري وأحضر يعني. فأنا سمعت بالندوة من ساعتين قبل ميعاد الندوة، وكنت سمعت الجزء الأول مسموع من الرواية بتاع أنا فيتشي هي مراته، لكن أنا يحضرني جزء كنت قريته زمان أو سمعته على إن الست دي كانت عظيمة جدا، وكانت مرة بتصحبه لرحلة في أوروبا، وهو أصر إن هو يروح يزور صورة كان اسمها المسيح في لحليه. أنا ما قريتش، فهل هي الجزء ده موجود في الرواية؟ موجود كمان تيبيكال موجود الاسم الخطيب في رواية النبلة بالتحديد. هو كانت دي كانت ال ال زيارته للصورة دي كانت هي الملهم لانه يكتب القبلة. فالست كانت بتوصف قد ايه ان هو قعد قرابة الثلث ساعة قدام الصورة بتاع المسيح في لحده، يعني حتى اي حد حابب يتفرج على الصورة دي يكتب المسيح في لحده فهتطلع الصورة. والراجل اللي رسمها استعان بجثة شخص يهودي غارق غرقان، فبتوصف قد ايه هو كان قدام الصورة. قالت خفت عليه ان هو يدخل في حالة الصرع، وهيأت نفسي ان انا يعني استعد علشان يعني اساعده يعني لو دخل في الحالة دي. وهي الصورة دي تحديدا وتوقف دوستويفسكي قدام الصورة دي هو اللي اوحاله بكتابة رواية القبلة. تساءل قدام الصورة قال ماذا لو إن شخص بيقدم حياته من أجل الآخرين وسماه القبلة، يعني مش قادر يستوعب إن يكون في مسيح فسماه القبلة. فاتكلم على الأمير بوشكين في رواية القبلة، الشخص اللي كان عائد من مصحة وتعافى، وبعدين اول ما راح بلده الاحداث اللي مر بيها في بلده جننته لدرجه ان هو رجع تاني للمصحه بعنف بعنف. فيعني صراحه يعني الاب الروحي للادب احنا بنعتبر دوستويفسكي كده، وبنتعلم كل ما بنقرا ليه او نقرا عنه. فأنا بشكركم إن أنتم النهاردة بتتكلموا على هذا الشخص العملاق اللي يعني بنقعد تحت رجليه كده بنشوف قد إيه كان بيحلل الشخصيات، وإحنا إن جات لنا شغل الكتابة فالمفروض إن إحنا يعني نلقط منه الخيوط دي. أشكركم جداً.